يعد المسجد العتيق ببلدية الحويطة بالأغواط بمثابة قطب ديني يمتزج فيه جمال المعالم السياحية الصامتة التي تشتم فيها عبق التاريخ، وهو بالتالي يعد من بين المكاسب الدينية التي تسخر بها الولاية من ضمن 8 قصور إسلامية. المسجد العتيق هذه التحفة المعمارية التي كانت في جذور التاريخ، وهو أول مسجد بني في هذه البلدة الطيبة. فترة تأسيس هذا المسجد في بلدية الحويطة إلى ما يقارب 500 سنة، وكان يعطي يعني منارة إسلامية نظرا للحجيج الذين كانوا يمرون عبر هذه البلدة الطيبة. كما كان هذا المعلم الديني الشامخ قبل للعلماء الذين كانوا يتوافدون عليه. العلماء الذين كانوا يمرون بهذه البلدة الطيبة فكانوا يمرون به ويقدمون بعض الدروس ويقدرون بعض النصائح والشمل وجمع الأمة على كلمة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك الإصلاح بين الناس، وكذلك هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة. كما حظي المسجد العتيق بعمليات للتهيئة أعادت له عبق وجماليات الهندسة المعمارية التي كان عليها في السابق، بحيث أنه كان مبني بالعرعار ومدت على العرعار والجير كذلك، ومن بعد ذلك أعيد للمسجد السقف نتاعه ورجع إلى مكانته الأصلية الأولى. نشكر الدولة على هذه المساهمة، وهي من مديرية الثقافة التي ساهمت في ترميم هذا المسجد وتزيينه للمصلين. ويبقى المسجد العتيق بالحويطة بمثابة شاهد من الشواهد القيمة التي تحمل في طياتها رموز لهوية وطنية متأصلة من ربوع الجزائر العميقة.